ورجعنا لكم مرة ثانية نستقبل ضيفنا أحمد عباس المحلل الفني. منور الدنيا عباس. تسلمي يا مها، أنت دايما منورة ومتألقة ودايما ببقى سعيد معاكي ومع جماهير نادي الزمالك على قناة نادي الزمالك. احنا دايما سعداء بصراحة بكل آرائك الفنية البسيطة والسهلة اللي كلنا طبعا بنستفيد منها وبنفهمها طبعا. تسلمي يا ربنا يخليكي. طبعا أكيد شفت الماتش امبارح طبعا، مباراة الزمالك والإسماعيلي. شفت المباراة دي ازاي وشفت التعادل من الحاجات الإيجابية اللي تقدر تبني عليها الفترة الجاية، ولا كان إيه تقييمك كمحلل فني لهذه المباراة؟ طيب مبدئيا خلينا نقول ان دي اول مباراه رسميه لنادي الزمالك منذ 60 يوم، انت متخيله؟ يعني فرقه النادي الاسماعيلي جايه من مباراه يوم 15 فبراير، فاوريدي مريحه مثلا 3 4 ايام. اما نادي الزمالك منذ مباراه سجراده وهو ما لعبش ولا مباراه رسميه رسميا، تمام؟ بالاضافه ان السكواد بتاع نادي الزمالك اختلف لا يقل عن مثلا هنقول 40% من السكواد بتاع نادي الزمالك. انا متفقه معاك وده فعلا. فانت النهارده فرقه جديده، مدير فني جديد، سيستم جديد، مجلس اداره جديد، كل حاجه جديده في نادي الزمالك. طيب فكره بناء النادي او بناء الفرقه دي بتتطلب فتره كبيره جدا جدا جدا. مبدئيا كده خليني اسالك سؤال مهم قوي 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 وانت هترد عليا، يعني انت من النوع اللي يعني بتحبي تشاركيني الحوار. تخيلي امبارح احنا جالنا اربع فرص محققه، تمام؟ لو الاربع فرص محققه دول جم كان زمان جماهير نادي الزمالك بتقول ايه؟ احنا عايشين افراح واحنا عايشين ليالي ملاح مش عارف ايه. في ناس زعلانه ان احنا تعادلنا على فكره. لا في ناس زعلانه بس انا وانت عارف حاجه زي كده، ان جماهير الزمالك ذواقه. تمام. احنا لو كنا كسبنا امبارح ولا ده ما كانش كويس كانت الناس هتبقى متضايقه وحاسه ان انت الفتره الجايه انا قلقان عليك. برافو عليك. بس هم امبارح من التعادل شايفين ان لا الاداء الفني مبشر جدا اقدر ابني عليه الفتره الجايه، فهم مش متضايقين او متضايقين طبعا بالتعادل بس مرضيين شويه من الاداء. وده اللي انا مخليني مطمن جدا، لان انا معايا شويه ارقام واحصائيات ومعايا مواقف فيديو كمان هنستعرضها. ده بيقول لي ان فرقه نادي الزمالك الجوده والكواليتي اللعيبه بتاعها عالي. طب عالي من خلال ايه؟ اولا فكره استخلاص الكره، نادي الزمالك قبل الصفقات دي او قبل المباراه دي كان واحد من أسوأ الفرق اللي بتستخلص الكره وبتسترجع الكره. يعني ايه بستخلص الكره؟ يعني الفرقه اللي قدامي قطعت مني الكره وراحت تجيب هجمه او هجيب جول، فانا بقدر ان انا استخلص الكره واسترجعها تاني وابدا انا ابني. دي قدر نادي الزمالك يعملها كتير جدا امبارح. سريعا كده تعالى نستعرض تشكيل نادي الزمالك ونستعرض طريقه اللعب ونستعرض الراجل فكر ازاي وفكر يقابل نادي الاسماعيلي ازاي. قبل ما اتكلم عن نادي الزمالك لازم اقول ان نادي الاسماعيلي معاه مدير فني جيد جدا جدا، واحد من افضل المديرين الفنيين. اولا اللي بيذاكر الفرقه اللي قدامه كويس قوي، منتخب مصر السابق طبعا بيذاكر الفرقه اللي قدامه كويس جدا جدا جدا، بالاضافه ان هو عنده مرونه خلال المباراه، بيقدر ان هو يغير طريقه اللعب باكتر من طريقه، ومشتقات الخطه بتاعته ليها مشتقات كتيره جدا جدا. وبيقابل مدير فني لسه اول مره بيتعرف على اللعيبه، والاسماعيلي كان لسه عنده ماتش قريب فرجله في الملعب كان قبل لسه كسبان سيراميكا وعمل مباراه كبيره جدا جدا، ونادي الزمالك اوريدي اصلا عنده مشكله في الباك ليفت. فاحنا سريعا هنستعرض دلوقتي، يعني لسه هنيجي لمشكله الباك هنستعرض التشكيل وطريقه اللعب. يمكن بدانا امبارح بمحمد صبحي. واثنين مساكين حسام عبد المجيد والمسلوسي، ودايما لازم لما بقول المسلوسي مساك بقول ان الراجل ده مش مركزه، هو اوريدي بيلعب باك رايت وهو بيأدي ادوار بديله للمدافعين. عمر جابر ناحيه اليمين، نضاي ناحيه الشمال، ولعب باثنين في نص الملعب دونجا وشحاته، قدامه عبد الله السعيد رقم 10 وزيزو على الشمال وشيكابالا على اليمين واوباما سترايكر. طيب سريعا كده مع اول خمس دقائق في المباراه فرقه نادي الاسماعيلي ضغطتنا بشكل كبير قوي، بقت تضغط ضغط عالي. المفروض نادي الزمالك كان عايز يخرج بالكوره على الارض على الاثنين سته او السته والثمانيه اللي موجودين وهم محمد شحاته ودونجا. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. اوباما بيلعب نص ملعب، لعيب متعود دايما هو بينزل يستلم. يمكن احنا معانا بعض المواقف اتمنى ان هم يعرضوها لنا، يعني الفرق ما بين فتره ما لعب اوباما بس سترايكر. هو كان في وديه الفيوم كان لاعب بالفعل اوباما سترايكر، فهو ممكن يكون كان يعني كان مبشر ان هو يلعب سترايكر. بصي انا ما عنديش مشكله العب اوباما سترايكر بس ما العبش بيه طول الوقت، ما ابداش بيه. انا عندي فرود صريح ابدا بالفرود الصريح. يمكن هو الراجل كان عنده فكره معينه عايزه تنفذ وما تنفذتش. فانا بقول لحضرتك انا معايا بعض المواقف اللي احنا جايبينها وايه الفرق اللي حصل ما بين نادي الزمالك لما كان اوباما هو اللي بيلعب سترايكر ولما كان الجزيري بيلعب سترايكر. هشرحها لك كده عشان ببساطه عشان الناس تفهمني. بالظبط. لما اوباما كان بيلعب سترايكر كان بينزل لحد نص الملعب عشان يستلم، وده كان بيشكل علينا ضغط كبير جدا. ليه؟ لان حضرتك لما يبقى فيه معاكي مدافعين وانا بنزل استلم نص الملعب، اوريدي المدافعين دول بيعملوا ايه؟ بينزلوا معايا لحد نص الملعب. ومنطقه صناعه اللعب بتاعت نادي الزمالك هنقول من بعد ال 18 لحد نص الملعب، فانا ببدا ابني لعب من دايره السنتر اللي في نص ملعب نادي الزمالك وبنهي اللعب عند دايره السنتر بتاعت فرقه نادي الاسماعيلي. فانا حصرت 20 لعيب فين؟ في مساحه صغيره جدا.
فلا في مسافه استلم فيها ما بين الخطوط، ما فيش مسافه اعمل فيها تمريرات جيده، ما فيش مسافه استلم فيها في ظهر المدافعين. فانا جايب الفيديوهات، يا ريت بس يعرضوا لنا المواقف بتاعه اوباما، يعني انت عايز المواقف بتاعه تحرك اوباما وتحرك الجزيري، تحرك اوباما وتحرك الجزيري. انا جايب ثلاث مواقف لاوباما، ومنهم منهم اوباما نزل لحد نص الملعب فعمل ضغط علينا جامد جدا جدا، وهيبان الفرق بقى لما بقى في سترايكر زرق ما بين سيف الدين الجزيري. معايا بقى الخريطه الحراريه لتحركات سيف الدين الجزيري وتحركات اوباما، وهنعمل مقارنه هنشوف هي هتبقى باينه الخريطه الحراريه بتاعه التحرك. هبص حاجه كده، خلينا لاوباما. ده اوباما، اوباما اتحرك تقريبا في 80 او 90% من الملعب ما عدا خط ال 18، يعني بصي جوه منطقه الجزاء مفيش تحرك نهائي. مفيش تحرك نهائي. بالرغم ان انت اوباما الشوط الاولاني كله تقريبا كنت بتلعب سترايكر. هنبص بقى للخريطه الحراريه بتاعت سيف الدين الجزيري كلها في منطقه الجزاء. كل المناطق اللي تواجد فيها اكتر وقت ممكن كانت فين؟ منطقه الجزاء، فده الاستريتش كان عامله لي بشكل كويس قوي. الفاعليه الهجوميه لنادي الزمالك كانت عاليه في وجود سيف الدين الجزيري، لان هو ما بينزلش لان هو ما بينزلش تحت. تمام. فهو ده الفرق ما بين انا، هو ده فيرود وده فيرود، بس مواصفات الفيرود ده ادتني مساحه ان انا اقدر يبقى عندي مساحه لعب، وفيرود تاني هو ما ادانيش مساحه اللعب، هو فيرود تاني كان بينزل فيضغط عليا فيقفل المساحه دي، والفتره دي اللي كان فيها تضييق مساحات هي دي الفتره اللي كان بيلعب فيها عبد الله السعيد رقم 10. لسه بقى هنروح لعبد الله السعيد، ولكن هنطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل كلامنا مع احمد عباس المحلل الفني. ورجعنا لكم مرة ثانية مكملين كلامنا مع احمد عباس المحلل الفني. عايز اتكلم عن جوزيه جاموس، وان دي طبعا اول مباراه رسميه ليه بعيدا عن الوديات. انت شايف ان هو امبارح كان ليه بصمات واضحه في المباراه؟ طيب اول حاجه هنتكلم عنها، اول بصمه انا شفتها هي فكره تعديل طريقه اللعب وتعديل مراكز اللعيبه. تمام. في مديرين فنيين كانوا بيجوا لنا نادي الزمالك بيقفوا يتفرجوا على الماتش، واقف بيقعد يزعق، ولكن ما بتحسيش في تحول، ما بتحسيش في تعديل في طريقه اللعب، ما بتحسيش في تعديل في مهام واجبات اللعيبه جوه الملعب، لكن ده انا حسيته منه. ما بيقراش المباراه كويس. اول نقطه ايجابيه ان هو جريء، فكره ان انا اطلع لعيب بعد 37 دقيقه، اللعيب ده صفقه جديده، اللعيب ده الناس حاطه عليه امال كبيره جدا جدا. شحاته؟ محمد شحاته، واجي اخرجه؟ هو ما خرجش محمد شحاته كاسم محمد شحاته. على فكره هو كان بيقول في تصريحاته ان هو ما خرجوش عشان لا انا هقول لك، هو عمل ايه؟ اولا هو محتاج حد بكواليتي معين ينزل يستلم من الناس بتوع خط الظهر ويقف على الكوره ويبدا يشتغل مع الناس دي. طيب لو انا عايز اطلع فيرود وهنزل، لو هطلع فيرود وانزل سيف الدين الجزيري، فمين اللي انا اقدر اطلعه في الحته دي؟ اقل واحد ممكن يستلم ويسلم، دي مش معناها ان هو لعيب مش جيد، لا هو لسه بيبدا مع نادي الزمالك، اطلع شحاته. طب وايه اللي خليني اطلعه كمان اكتر؟ ان هو عنده انذار فخاف ان هو يطلع بالطرد. تمام. عزز طلوعه، يعني عزز طلوعه، فهو ليه بصمه في ان هو غير طريقه اللعب. بالاضافه كمان بقى ان في طرق تنفيذ سواء الركلات الركنيه او الكرات الثابته او رميات التماس. انا معايا بعض المواقف وفيديوهات اللي جايبها للساده المشاهدين، يعني بتوريني قد ايه ان في طريقه جديده في الركلات الركنيه. ناخد اول موقف معانا لو يقدروا يعرضوه لنا دلوقتي في الركلات الركنيه. ودايما كان نادي الزمالك بيعتمد على ان هو بيرفع الكورنر ويتلعب على طول، لا دلوقتي بقى في حاجه، اما الكورنر بيتلعب من اتنين لعيبه او الكورنر بيتلعب طويل على العارضه البعيده فيترد تاني. اول مباراه رسميه ليه برضو فيها يعني شويه ضغط كبير طبعًا. جدا ضغط جماهيري وضغط اعلامي، واعتقد ممكن مع المباراه اللي جايه، يعني انا شايفه فعلا في مجهود حاصل وفي جمل حاصله وفي حاجات كتير جدا حاصله فنيا داخل ارض الملعب. اعتقد ده مع المباراه ابو سليم الليبي وغيرت تتغير. تعالي خلي جماهير الزمالك تفرح وتتبسط من ارقام كويسه جدا جدا. هستاذنكم بس حضروا لنا الاحصائيات بتاعه المباراه وهنتكلم لحد ما تتحضر. ماشي. قبل كده كان نادي الزمالك عدد الباصات الصحيحه بتاعته قليله جدا، وعدد الباصات اللي بتكمل قليله جدا، فكرة فقدان الكرة قليلة جدا. ده جاي منين؟ من جودة لعيبة نص الملعب اللي قدر الزمالك يستقطبهم في فترة الانتقالات الشتوية. تمام. يبقى احنا النهاردة علينا الكواليتي بتاع اللعيبة، فأصبح المردود الفني بتاعنا جوه الملعب لا أحسن كتير، أحسن كتير جدا جدا. فاستأذنكم بس تعرضون الإحصائيات بتاعة المباراة اللي هي خاصة بالاستحواذ بتاع الكرة. يمكن نادي الزمالك استحوذ على الكرة بنسبة 61%، الإحصائيات معانا اهي، مقابل 39% النادي الإسماعيلي. إجمالي التسديدات 14 تسديد نادي الزمالك، 9 للإسماعيلي. الفرص الكبيرة
من الزمالك واحده، الاسماعيلي ولا فرصه كبيره، فرص كبيره ضاعت من الزمالك واحده ولا فرصه للاسماعيلي. بس التمريرات الدقيقه، وهنقف عند دي يا مهو وهجيب لك انا التمريرات كمان. الزمالك عمل 407 تمريره بدقه تمرين 83%، دي حاجه هايله، دي حاجه هايله. اعلى حاجه الزمالك عملها الفتره اللي فاتت 63 او 61 انا فاكر. الاسماعيلي 74%، مخالفات 15-9، تسللات 3-1، ضربات ركنيه 8-7. نروح للسلايد اللي بعدها هنلاقي التمريرات، التمريرات بتاعت نادي الزمالك زي ما قلنا 493 تمريره، ده عدد تمريرات كبير جدا جدا بدقه 83%. طيب هنشوف بقى النص الخلفي 214 تمريره، ونص الخصم ده الرقم السلبي اللي انا دايما ما بحبوش، ان دايما لازم عشان تكسب يبقى التمريرات في نص ملعب الخصم اكتر من كده بكتير. الكرات الطويله دي عندنا مشكله فيها، لان اوباما كان الشوط الاولاني ما بيستلمش كرات طويله خالص، فكانت دقه الكرات الطويله غير جيده. التمريرات العرضيه بنسبه 23%، الرميات الجانبيه 33-24، اللمسات في منطقه المنافس، ودي المهمه ودي اللي انا عايزها، 24 لمسه جوه منطقه المنافس، فده رقم كبير قوي، ده رقم مهم جدا، وجاي من جوده لعيبه خط نص نادي الزمالك المنضمين حديثا، سواء ناصر ماهر سواء محمد شحاته، حتى لحد ما خرج محمد شحاته على فكره نسبه الباص بتاعه كان 92% صحيحه، او 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 اه يعني في حدود لا 84% صحيحه، مرر 12 تمريره منهم 10 تمريرات صحيحه. ويمكن الميزه اللي عجبتني محمد شحاته كمان من اللعيبه اللي بتلعب تمريره لقدام، يعني يمكن بس ما فيش وقت نعرض التمرينات دي، كل لعيبه نص الملعب اللي احنا جبناها الفتره اللي فاتت بتعمل باص بالعرض، ده كنا بنعيب عليهم. مين امبارح من اللعيبه والصفقات الجديده لفت نظرك جدا؟ خاصه بشوف ان على فكره الثلاث صفقات اللي لعبوا 10 على 10 في الفتره اللي لعبها شحاته، ادى دوره 10 على 10، كنت بعيب عليه بس حته الحميه والنرفزه زياده، ولكن بس اعتقد محتاجه خبرات. خلت رصيد، هقول لك على حاجه، نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيحس مين جاي عايز يموت نفسه عشان النادي. قلة خبرة محمد شحاته هي اللي خليته خد انذار، ولكن في المقابل الجمهور مبسوط ان هو عنده حميه على نادي الزمالك. عبد الله السعيد محتاج برضو ان هو طبعا طبعا بيشارك كويس، لان انت محتاجه في ارض الملعب يعني. طبعا طبعا عبد الله السعيد فتره ملاعب رقم 10 ما كانش فيه مساحه يلعب فيها، زي ما وريتك قلت لك اوباما كان بينزل فبيضايق المساحات، ما بيستلمش بين الخطوط فمفيش فرصه. طيب فتره ملاعب رقم 8 وفيرود لعب صحيح، او فيرود صريح لعب في مكانه اللي هو سيف الدين الجزيري، كان فيه مساحه في نص الملعب قدر اوباما يشتغل فيها كويس قوي، وقدر ناصر ماهر لما نزل يشتغل فيها كويس قوي. ناصر ماهر برضه من اللعيبه وده جاي منين؟ هقول لك على مفاجاه، تعالي شيلي عبد الله السعيد حطيه رقم 10 الفتره اللي لعبها اوباما وناصر ماهر، لا عبد الله السعيد هيصنع. انا النهارده بتكلم على ادوار عبد الله السعيد، استاذن حضراتكم انا معايا احصائي عبد الله السعيد والخريطه الحراريه بتاعت عبد الله السعيد، هنتكلم لحد ما يحضروها. فانا بقول لك عبد الله السعيد ادى الدور بتاعه كويس قوي قوي قوي، وهو في رقم 10 مساحه ضيقه. طيب وفي الدور رقم 8 هو اللعيب الوحيد اللي عنده القدره اللي بيعمل الربط ما بين خط الدفاع وبين خط الهجوم. نبص كده سريعا على عبد الله السعيد، هنلاقي ان هو مرر التمريرات بتاعته 55 تمريره منهم 48 تمريره صحيحه، ده رقم هايل، ده رقم لوكا مودريتش ورقم لعيبه كبيره جدا على فكره. طيب صناعه الفرق، صنع فرصه واحده لما كان بيلعب رقم 10 الفترة اللي هي قبل التغيير، اللمسات لمس الكرة 65 مرة، لمسات في منطقة المنافس واحدة اللي هي لما كان بيلعب رقم 10، التلت الأخير اللي هو كان بينزل يستلم ويسلم في نص ملعب الزمالك عشان يعمل ربط 10 مرات، التمريرات العرضية الدقيقة هو ما راحش ناحية الخط خالص، والكرات الطويلة ده نسبة إيجابية جدا، 7 كرات صحيحة من 9 ده نسبة كبيرة جدا. ده بس في أول طبعا فقدان السيطرة على الكرة مره واحده، وده حاجه برضو اللي محافظ على الكوره. تعال بص بقى الخريطه الحراريه بتاعت عبد الله السعيد، وانت هتتفاجئي والساده المشاهدين هيتفاجئوا، بيتحرك في كل حته في الملعب. عبد الله السعيد موجود في كل خطوط الملعب. أيوة. بص المنظر، يعني احنا شفنا بتاعه سيف الدين الجزيري كان جوه 18، شفنا بتاعه اوباما كانت على الخطوط، لكن بص النهارده عبد الله السعيد مناطق تواجد عبد الله السعيد تقريبا مغطيه 70 أو 80%، بتتكلمي في لعيب عنده 38 سنه بيأدي ادوار دفاعيه، انا بس عشان وقت البرنامج انا معايا برضو موقف عبد الله السعيد، بيأدي ادواره الدفاعيه 10 على 10، بيعمل الربط 10 على 10، بيلعب في رقم 8 هو مش مركزه، هو عزيز كمان من كويس جدا جدا، هو فارق جدا، وكان واضح عليه امبارح برضو من اللعيبه زي لو الفرص اللي ضاعت من نادي الزمالك دخلت 4 فرص محققه، دخل منهم واحده 2-3، الجمهور كان عمل فرح وعمل افراح كبيره جدا. عشان كده بقول لك احنا الاداء برضو احنا انا كراجل محلي ومتخصص، لا انا مبسوط ومطمن، وانت جايب صفقات مفيده ليك. عبد الله امبارح
غير موازين المباراه. ناصر ماهر جداً برضو يعني حاز على اعجاب كل الجماهير الصراحه. انا بقولها دايما ناصر ماهر مش لا يعني انا شايفه ان كلهم امبارح محمد شحاته ناصر ماهر عبد الله سعيد انا شايفه ان كلهم امبارح بدايه كويسه جدا بدايه تقدر تبني عليها. كمان جوزيه جوميز انا شايفه ان الناس لا مبسوطه من ثلاث لعيبه من الصفقات الجديده. لسه عندك زياد كمال لسه عندك عندي ياسر حمد ولسه عندي مجموعه كبيره طبعا. انت النهارده لما اول ده عنده وعندك سيف فاروق جعفر وعندك كمان شلبي لما يطلع ويجي من الاصابه. فانا بقول لك جوده لعيبه خط نص الملعب ادت للزمالك افضليه. ما اعتقد هو ده اللي كنا بنفكر فيه ان انت اصلا على فكره انت قبل كده انت فعلا ما هو دايما اي فريق لازم يقوي من خط النص. طيب هقول لك قدرت تعمله. ضعف خط نادي الزمالك الدفاعي السنه اللي فاتت كان جاي من نص الملعب. ادوار لعيبه نص الملعب ما كانتش بتؤدى على الشكل المطلوب فبالتالي الخصم كان بيروح عشان ويزيد. عشان انت كان كل معظم لعيبه النص اللي عندك كلها بتأدي نفس الادوار نفس الادوار ما بتأديش ادوار دفاعيه. يمكن فاكره لما طارق حامد كان موجود كنا بنحس ان خط دفاع نادي الزمالك قوي ليه؟ لان هو كان مصد رئيسي لكل الهجمات بتاعت الفرقه الثانيه. طبعا تعرف وقت البرنامج خلاص طبعًا. بس انا عايز اسالك سؤال مهم يلا. جدا ان ضاي امبارح اتصاب فمين هيبقى ضايع الفتره الجايه خاصه انت كمان حتى بعد شافي مش موجود ربنا يشفيه فتوح مش موجود انا بشوف وضاي كمان اتصاب امبارح. انا بشوف وجهه نظري ان عمر جابر اكتر واحد ممكن يلعب في الحته دي لان هو اوريدي لعبها قبل كده مع بيراميدز ولعبها قبل كده مع نادي الزمالك في الفتره الاولى وامبارح لما لعب ناحيه الشمال الفتره اللي لعبها ادى بشكل كويس قوي. فانا اكثرهم خبره واكثرهم يعني عايز اقول ايه عقل تكتيكي هو عمر جابر. ولكن اعتقد ان فتوح خلاص قرب يرجع. أيوة. فتوح هيبقى موجود قبل مباراه النادي الاهلي ان شاء الله. بس انا بتكلم عن انت عندك المباراه اللي جايه ابو سليم الليبي فانت محتاج باك شمال وانا محتاج مباراه ابو سليم الليبي ان انا ادي مجموعه من اللعيبه الجديده اللي هم غير مقيدين بالزبط. اللي هم غير يعني المقيدين في افريقيا لان انت عارفه ناصر ماهر وعبد الله سعيد مش موجودين معانا في افريقيا فانا شايف ان عمر جابر هو اللي يلعب ناحيه الشمال ان شاء الله. هروح معاك دلوقتي لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل بتاعنا نشوف جمهورنا قال ايه عن مباراه امبارح رايك ايه في اداء الزمالك امام الاسماعيلي وتوقعاتك لمواجهه ابو سليم الليبي في الكونفدراليه. محمد يوسف الاداء اتحسن عن الاول. الاول كان الدفاع مفكك امبارح شفنا الدفاع بقى كويس ولازم نصبر على الصفقات والمدرب عشان ده اول ماتش وان شاء الله اللي جاي افضل او القادم افضل وانا متاكد انهم يعملوا ماتش جامد في الجزائر. عبدو عشري مساء الورد عليك يا مها اشكرك اداء مرضي لاول جوله بعد التوقف نظرا للتغييرات على مستوى المدربين واللاعبين ومع قادم اللقاءات سنرى انسجام اكتر وفعاليه كبيره من نجوم الفريق واتوقع اداء متميز في لقاء الكونفدراليه ونتيجه ايجابيه باذن الله. تحياتي ليك والفريق العمل بقناه الزمالك اشكرك. عبد الحفيظ السبعي ومساء الخير عليك يا مها بشكرك. اداء الزمالك كان جيد والزمالك عنده افضل من كده بكتير ان شاء الله المدير الفني بعد ما يتعرف على امكانيات اللاعبين ويكون في انسجام هيكون الاداء افضل واتوقع فوز الزمالك على ابو سليم الليبي وهيعمل اداء قوي ورائع ان شاء الله القادم افضل زملكاوي لاخر العمر. انور السادات مساء الخير يا مها اشكرك. الاداء اتحسن والزمالك كان مسيطر على المباراه وضيع فرص كتير ووصل للمرمى اكتر من مره وفي شخصيه للمدرب واصراره على الفوز وان شاء الله هنكسب ابو سليم 1-0 وبالتوفيق للزمالك. احمد سرور مساء الخير يا مها بشكرك. الراي في اداء الزمالك امام الاسماعيلي كان جيد من المدرب واللعيبه كلهم ومنهم الصفقات الجديده واللي جايه احسن ليهم ان شاء الله كل ولكن التوفيق كان غايب في احراز الاهداف. الماتش القادم هيكون ماتش ابو سليم الليبي ان شاء الله يكون احسن وان شاء الله نفوز في الجزائر. بشكر حضراتكم دائما وابدا على التواصل معنا. طبعا كالعاده عندي كلام كتير وكالعاده كان نفسي نتكلم في حاجات كتير فنيه وكل حاجه تخص المباراه امبارح والمباراه اللي جايه كمان مع ابو سليم الليبي ولكن كالعاده الوقت انت ولكن كنت سعيده جدا بوجودك معايا النهارده. دايما سعيد معاكي ودايما سعيد مع جماهير نادي الزمالك ودايما بقول لجماهير نادي الزمالك ان احنا في ظهر نادي الزمالك واي حاجه بنقولها ما هو الا نقد للبناء وليس للانتقاد. بالتوفيق نادي الزمالك. بشكرك. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بشكر حضراتكم على طيب المتابعه. شكرا.